الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي أفريقيا، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا في حماية الحيازة عن دعوى منع التعرض، واليوم إن شاء الله نتحدث في حماية الحيازة عن دعوى وقف الأعمال الجديدة. وكما تعودنا في الحلقات السابقة نتحدث عن مفهوم دعوى من دعاوى حماية الحيازة، ونكمل اليوم دائرة الحيازة. وقد بدأناها بدعوى الاسترداد، ثم الحلقة السابقة دعوى منع التعرض، واليوم دعوى وقف الأعمال الجديدة. وفي هذا الإطار نتحدث عن مفهوم دعوى وقف الأعمال الجديدة، كما تحدثنا عن مفهوم دعوى منع التعرض ودعوى الاسترداد. نقول هي دعوى لمنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت واكتمل العمل المطلوب إيقافه. وقد وردت في نص المادة 962 من القانون المدني، وهو أن يباشر واضع اليد على العين محل الحيازة أعمال إنشائية جديدة، وأن يكون هذا العمل عند تمامه يصير تعرضا، فيبادر المتضرر بإقامة الدعوى ويطلب وقف العمل الجديد قبل حدوثه. إذن هي تتحدث عن من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة وخشية لأسباب معقولة مقبولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تبدد حيازته، في هذه الحالة له أن يرفع الأمر إلى القضاء طالبا وقف الأعمال الجديدة، بشرط ألا يكون كما تعودنا في الحيازة ودعوى الحيازة، ألا يكون قد تمت سنة على هذه الأعمال، أي لا تنقضي سنة على هذه الأعمال على بدء في العمل في القيام بهذه الأعمال، لا تنقضي سنة على البدء في القيام بهذه الأعمال أو هذا العمل الذي يكون من شأنه إحداث الضرر الذي يسبب تعرض للحيازة. الحاجة الثانية أن للقاضي أمرين، إما أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن باستمرارها. يمنع باستمرار الأعمال أو يأذن باستمرارها، وفي كلتا الحالتين لابد أن يكون هناك كفالة مناسبة لإصلاح الأضرار التي تقع على الشخص المتضرر من قرار المحكمة. إذا كان إيقاف الأعمال وثبت بعد ذلك بحكم نهائي أنها لا مبرر لها أو أن المدعي على غير حق، فلابد من إصلاح وتعويض الأضرار التي وقع فيها المدعي. وإذا كان نفس الحكاية استمرار في الأعمال وأدت إلى الأضرار، فإصلاح الأضرار من الكفالة التي تحددها المحكمة. يبقى كفالة تحدد في أمرين، يا إما وقف الأعمال يا إما استكمال الأعمال، حتى يكون هناك حكم نهائي يبين حقيقة حق المدعي وحق المدعي عليه، يا إما استمرار الأعمال أو يا إما وقف الأعمال. وأمثلة التعرض كثيرة، كما ذكرنا في دعاوى الحيازة، فإن المتعرض للحيازة وطالما أن لديه وفي ذاكرته وفي يقينه نية التعرض، فإنه يتفنن في خلق الظروف الكافية للتعرض، أو يتفنن في ظروف وأساليب التعرض. وبذلك تكون دعوى وقف الأعمال الجديدة لا تختلف عن دعوى منع التعرض، إلا أنها قد شرعت لحماية وضع اليد مما ينتظر وقوع عليه من أفعال الاعتداء. إذن نقطة هامة بقى بنتكلم فيها، دعوى وقف الأعمال الجديدة هدفها منع حصول التعرض في المستقبل، وليس منع التعرض كدعوى منع التعرض في تعرض قد حصل فعلا.
يعني دعوة وقف الأعمال بتنظر للتعرض اللي يحصل مستقبلا، أما دعوة منع التعرض، التعرض قد وقع فعلا. وهنا دايما كما بنذكر في دعوة الحيازة يكمن الخيط الرفيع الفاصل بين ماهية دعوة الحيازة الثلاثة، مفهوم وسبب وهدف كل دعوة من الدعوة، الخيط الرفيع اللي دايما نتكلم عنه، ولازم نرجع إلى الملكة والفهم القانوني للأمور بوضوح. هندي مثل بسيط لوقف الأعمال. شخص يشرف في عمل يجريه أو يقوم به في غير العين الموضوع عليها اليد، ويكون من شأن هذا العمل أن يصير عند تمامه تعرضا، فيبادر واضع اليد بطلب وقف الأعمال منعا للتعرض قبل وقوعه فعلا، يعني وقاية بيلحق بيها مستقبلا منع التعرض للحيازة، يعني هي دعوة وقائية. غير بقى منع التعرض زي ما قلنا ان التعرض حصل فعلا، طب وإيه مين المختص بهذه الدعوة؟ القضاء المستعجل استقر فقها وقضاء القضاء المستعجل على اختصاصه بهذه الدعوة، ويكون الاختصاص بشرط أن يتوافر شرطي القضاء المستعجل، وهما حسب نص المادة 45 من المرافعات المدنية، الشرط الأول عدم المساس بالحق كجميع دعاوى الحيازة، الشرط الثاني خشية فوات الأوان وهو ظرف الاستعجال. يبقى الشرط الأولاني عدم المساس بالحق، زي ما قلنا أن دعوى الحيازة تحمي، دعاوى الحيازة الثلاث تحمي الحيازة، هي لحماية الحيازة ولا يمكن أن يكون لها علاقة بأصل الحق، حيث أنه كما ذكرنا في الحلقة السابقة في دعوة منع التعرض لا يجوز الجمع بين الحق والحيازة. ونعني في حديثنا عن دعوة وقف الأعمال الجديدة أنها من دعاوى وضع اليد على عقار أو حق عيني وموضوعها حماية وضع اليد من تعرض يهدده، ومن ثم يقتضي الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية للحائز وتوافر أرقانها وشروطها اللازمة لحمايتها كما شرحناها منذ الحديث عن الحيازة ودعاواها لأول وهل، وهي الهدوء والاستمرار والاستقرار لمدة سنة كاملة تامة. طيب احنا ذكرنا في جميع دعاوى الحيازة ان القانون وضع لها شروط حتى يكون للمدعي الحق في تبني هذه الدعوة او اقامة. الشروط دي تتحقق منها المحكمة من ظهر المستندات المقدمة بملف الدعوة، وعشان كده كنا بنقول في صحيفة الدعوة لازم تكتبها وافية شرحة كافية ومرفق بها المستندات الدالة على والمثبتة للموقف القانوني للمدعي في دعواه. ليه؟ لأن قد يصدر الحكم في ذات اليوم إذا رأت المحكمة أن الدعوة جاهزة للفصل فيها حسب قانون المرافعات. إذن دعوة وقف الأعمال الجديدة لها شروط خمسة أيضا كما ذكرنا في دعوة منع التعرض. الشرط الأولاني وده شرط أساسي، إن لابد أن يكون المدعي فيها حائزا لعقار أو لحق عيني عقاري حيازة قانونية أصيلة لا عرضية، بعيد تاني، حيازة أصيلة لا عرضية وبعنصريها المادي وهو السيطرة على المكان الموضوع عليه الحيازة أو سيطرة على العين أو العقار سيطرة تامة، والمعنوي وهو النية في الحيازة، دول شرطي الحيازة. وأن تكون الحيازة بهذه الأوصاف حيازة ظاهرة للكافة وهادئة
وخالية من اللبس والخفاء والإقراء، ولا تدخل في أي عمل من أعمال التسامح لأنها في الحالة دي ستكون عرضية. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط دعاوى وقف الأعمال الجديد، أن تكون حيازة المدعي قد دامت سنة كاملة على الأقل كباقي دعاوى الحيازة. وكشرط أساسي دائما نذكره إذا ما ذكرنا الحيازة ودعاوى حماية الحيازة، وهي أن تدور دعاوى الحيازة، تدور الحيازة وحمايتها في فلك السنة، سنة كسبها، سنة فقدها، والسنة التالية لفقدها لاستردادها أو منع التعرض أو وقف الأعمال حسب الأحوال في دعاوى الحماية الثلاثة للحيازة. ولكن للمدعي في حساب السنة الكاملة في الحيازة أن يضم مدة وضع يد خلف سلفه إلى يد إلى وضع يده، يعني من حق الخلف أن يمد أن يضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يد سلفه عشان يكمل السنة، سواء كان خلف عام أو خلف خاص، كما أوضحنا في الحلقات السابقة عن ماهية الخلف العام والخلف الخاص والفرق بينهم. فللمدعي في هذه الحالة أن يضم وضع يده أو مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه ليكمل السنة التي اشترطها القانون في حيازته للعين التي يطلب منع التعرض فيه. ننتقل بعد ذلك إلى شرط الثالث من شروط دعوى منع التعرض، وهي شروع المدعى عليه في القيام بأعمال هي لم تصل إلى أن تكون تعرض قد وقع فعلا على حيازة المدعي، ولكن هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأعمال لو تمت لكانت تعرضا كامل لحيازة المدعي. بمفهوم أن الدعوة تحمي الحيازة من تعرض مستقبلي على وشك الوقوع. وهنا نضرب مثل من الأمثلة، والأمثلة زي ما قلت احنا بندي مثل بسيط عشان الوقت، ولكن الأمثلة عديدة ومتنوعة ويتفنن فيها المتعرض طالما في نيته التعرض. بندي مثل بسيط، شخص بيبني حائط في حدود أرضه، يعني عنده في حيازته بيبني حائط أو بيقيم مباني أو سور، لو مضى عليه أو المدعي تركه في إقامة وإتمام هذا العمل سيؤدي في نهايته إلى السور ده، هيسد عنه النور والهواء ويسد المطل أو المطلات اللي بيتنفس منها الجار، يبقى له في هذه الأحوال أن يطلب وقف هذه الأعمال. إذن الأعمال اللي بتتم دي في أرض المدعي عليه وليست في أرض المدعي في هذا المثال. طيب ندخل للشرط الرابع في دعوة وقف الأعمال الجديدة، وهي لابد أن ترفع خلال سنة من وقف أو من وقت بدء الأعمال الجديدة، أي بمجرد البدء في إنشاء أو القيام بأعمال جديدة تؤدي استكمالها إلى تعرض للحيازة. أول ما يبتدي في الأعمال برفع الدعوة، أنا ليا سنة من خلال القيام بهذه الأعمال، من بدء القيام بهذه الأعمال، ولكن برفعها بمجرد ما يكون لدي الفرصة، وطالما ما فيش عائق أو مانع لإقامة الدعوة في وقتها وفي حينها برفعها من أول البدء في الشروع في الأعمال التي لو تمت
لو وقع التعرض فعلا للحيازة يبقى لازم تتم دعوة منع التعرض تقام من أول الشروع في البناء وفي خلال السنة التالية للإنشاء. الشرط الخامس من شروط دعوة وقف الأعمال الجديدة هي لابد، عشان اختصاص القضاء المستعجل، لابد من توافر اختصاص شروط اختصاص القضاء المستعجل، اللي هي واحد، وده أهم حاجة باينة طبعا واضحة من الاسم بتاعها، توافر ظرف الاستعجال، ان الانشاء لو تم مش هيمكن تدارك اثاره تاني، ده ظرف استعجال. لو السور تم مش هنقدر نعمل اي حاجة تاني او نزيل التعرض، لان دي بقينا دخلنا في مرحلة الدعوة منع التعرض اللي فيها ممكن القاضي يزيل الاعمال زي ما قلنا قبل كده. وبالتالي وصلنا برضو للحديث عن الخيط الرفيع اللي هنذكره في حلقة للتعليق على كل دعاوى حماية الحيازة. يبقى شرط توفر الاستعجال، والشرط الثاني عدم المساس بأصل الحق. ليه؟ لأن أصل الحق ده من اختصاص القاضي الموضوعي وليس القاضي المستعجل. فإذا دفع حتى المدعي، إذا دفع بأصل الحق أمام القضاء المستعجل، قضى القضاء المستعجل بعدم اختصاصه وإحالة الدعوة، أو عدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوة، ويرفعها المدعي تاني أمام القاضي الموضوعي. وده بيكون من تحققه من ظاهر المستندات المرفقة بالدعوة بتوافر شروط اختصاص القضاء المستعجل. ولكن إذا أثيرت منازعة تمس أصل الحق، يعني إحنا اتكلمنا، إحنا دلوقتي في دعوة وقف الأعمال الجديدة، وبدأ الخصوم عشان يثبتوا موقفهم قدام المحكمة، فبدأوا التعرض لأصل الحق، واحد بيوجه دعوة بتثبيت ملكية، واحد بيوجه دعوة فرز وتجنيب، ودخلنا بقى في دعوة الحق أمام القضاء المستعجل. يبقى هنا القضاء المستعجل من أول وهلة غير مختص بالموضوع، ويقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل. ليه؟ لأن الموضوع من اختصاص القضاء الموضوعي وليس المستعجل. وتطبيقا لذلك، إذا تناولنا نص المادة 44 فقرة 1 من قانون المرافعات المدنية، هو بيقول إيه؟ لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى في الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. وتطبيقا أيضا لنص المادة 44 فقرة 2 من قانون المرافعات، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه في دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه، وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفي. معنى الكلام ده هو اللي أنا لسه قايله من شوية، إذا جمعت بين الدعوين يتتخلى عن دعوى الحيازة وتستمر في القضاء الموضوعي في الحق، يا إما يقضى بعدم اختصاص القضاء إذا لم تتنازل عن الشق الحيازة أو الشق المستعجل عشان تستمر في الحق، يبقى لابد من القضاء أن يقضي بعدم اختصاصه واختصاص القضاء الموضوعي. وقد أكدت المادة 44 مقرر مرافعات على أنه، ده احنا نخش بقى في جزئية مهمة جدا، قرارات التمكين بخصوص الحيازة، بشأن إصدار قرار من النيابة العامة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل بشأن المنازعة المعروضة عن الحيازة، ولا بد من إعلان القرار الذي يصدر من رئيس النيابة في موضوع الحيازة، لابد من إعلانه في خلال 3 أيام من تاريخ صدوره لذوي الشأن.
يعني مش يصدر القرار ونستمر لا يصدر النهارده ويعلن النهارده، له 3 ايام لاعلانه، في 3 ايام من تاريخ صدوره من رئيس النيابه اعلانه لذوي الشان الطرفين. ولذوي الشان الطرفين المتضرر من قرار رئيس النيابه ايه؟ له ان يتظلم امام قاضي الامور المستعجله في خلال 15 يوم من تاريخ اعلانه بالقرار. من يوم اعلانه بالقرار له 15 يوم ان يتظلم من القرار. وعند التظلم من القرار امام القاضي المستعجل، القاضي المستعجل وشأنه اما ان يعدله واما ان يلغيه واما ان يوقف تنفيذ القرار لحين الفص في التظلم. ولذلك ما بنكتب التظلم من القرار التمكين بنقول ايه؟ وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في التظلم، لأن القرار هنا بيشمل شقين اتنين، شق حينفذ بالقوة الجبرية مستعجلا، وشق في بحث مدى جدية القرار اللي صدر هل يلغى أو يستقر. يبقى في جزئية مهمة هنا وهي ايه؟ وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في التظلم، اللي هو القرار الصادر من رئيس النيابة بالتمكين حسب الأحوال اللي بيصدر فيها وحسب الظروف الموجودة في القرار، في موضوع القرار. إذن سنتطرق أيضا إلى كيفية صدور الحكم في دعوى وقف الأعمال. زي ما قلنا في بداية الحلقة قدامنا شقين اتنين فيها، يا إما القاضي أن يأمر باستمرار الأعمال أو يأمر بوقف تنفيذ الأعمال أو وقف استمرار الأعمال. ليه؟ في كلتا الحالتين لابد من تقرير كفالة مناسبة كي يعالج بها المتضرر آثار ما تقضي به المحكمة. إذا وقفت الأعمال وثبت بعد ذلك أن المدعي غير ذي حق في طلب وقف الأعمال وبحكم نهائي، لابد أن يعوض المضار من هذا الحكم. والعكس، وإذا قرر باستمرار الأعمال وثبت بحكم النهائي أن المدعي صاحب حق في دعواه، فلابد أن يعوض الضرر الواقع عليه من الكفالة التي تقضي بها المحكمة. إذن الكفالة ضمان لحق المدعي وحق المدعى عليه. حق المدعي إذا ثبت حقه في دعواه وبحكم نهائي، وحق المدعى عليه إذا ثبت أن المدعي على غير ذي حق في دعواه وبحكم نهائي. إذن القضاء هنا هو قضاء مؤقت، يعني ملوش علاقة بالحق، قضاء مؤقت في جزئية خاصة بحماية الحيازة، يجوز أن يثبت عكسها وأن يلغى، والقضاء الموضوعي يكون له رأي في الشق الموضوعي اللي يلغي كل الآثار المتعلقة بالحيازة. ولكن لدينا فرق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع الطرد، وليس فرق واحد، هناك 3 فروق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع الطرد. الأول، دعوى وقف الأعمال الجديدة تكون الأعمال الجديدة في عقار المدعى عليه، خد تحتها خط أحمر كده، في عقار المدعى عليه، بينما في دعوى منع التعرض تكون في عقار المدعي. مهمة جدا، مهمة جدا دي، الخلط بين الاتنين، وهو ده الخيط الرفيع اللي بعيد وازيد عليه. يبقى هنا الفرق الاولاني ان يكون الاعمال في عقار المدعي عليه ليس المدعي، اما في دعوى منع التعرض يكون في عقار المدعي وليس المدعي عليه، العكس بالعكس. الفرق الثاني بين الدعوين منع التعرض ووقف الأعمال، في دعوى وقف الأعمال الجديدة هي منع إتمام الأعمال، وبالتالي يشترط ألا تكون الأعمال قد تمت، يعني مجرد الشروع في الأعمال
يتوجه المدعي بدعوى وقف الأعمال لوقفها. أما في دعوى منع التعرض تكون الأعمال قد تمت فعلا وليس شروع. الخيط الرفيع بيقول عليها أهو بقى في فهم الدعاوى ومفهومها وموضوعها، إن في دعوى وقف الأعمال يكون الشروع فقط في بدء الأعمال ولكن لم تتم، ما استناش لما تتم لأن انتقلت لمرحلة تانية. أما في دعوى منع التعرض بقول إيه؟ إن تكون الأعمال تمت فعلا. ولذلك زي ما قلنا لو رجعنا الحلقة اللي فاتت هنقول إن للقاضي أن يأمر بإزالة الأعمال اللي تمت تعرضا لحيازة المدعي. راجعوا الحلقة اللي فاتت هتلاقوا الجزئية دي. الفرق الثالث بين الدعويين إن دعوى وقف الأعمال الجديدة يقضي فيها القاضي بوقف الأعمال فقط دون إزالتها. ها الخيط الرفيع تاني أهو. بينما في دعوى منع التعرض فإنها تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض كما ذكرناها في الحلقة السابقة رجعوه. بمعنى إيه؟ إن دعوى في الأعمال الجديدة بتواجه أعمال ببدء الشروع فيها ولم تتم، أما في منع التعرض الأعمال تمت. طب الشروع فيها هنزيل فيها إيه؟ ده لسه بيشرع فيها. يبقى عشان كده بقول في منع التعرض الأعمال الفرق إن هي تمت، يبقى للمحكمة ممكن تقضي من حقها أن تقضي بإزالة الأعمال التي تمثل تعرض للمدعي في حيازته في دعوى منع التعرض، لأن دي أعمال على حيازة المدعي وقد تمت فعلا. إذن نكون قد استكملنا دائرة حماية الحيازة بدعوى الحيازة، ونتحدث الآن عن صحيفة الدعوى كما تعودنا في حلقاتنا السابقة، وسيكون لنا حلقة للتعليق فيها على كل دعاوى الحيازة إن شاء الله والفروق بينها وتحديد الخيط الرفيع الذي دائما أتحدث عنه، وذلك لبلورة موضوع الحيازة وحمايتها، ولنا فيها حديث مهم في كافة صورها ومراحلها. صحيفة الدعوى، المدعي طالب وقف الأعمال معروف، المدعي عليه خصمه الذي يشرع في الأعمال الجديد. الموضوع لابد فيه من توضيح حيازتي وحيازة المدعي عليه وعقاري وعقار المدعي عليه ووصف كل من العقارين ووصف الأعمال التي يشرع في القيام فيها والتي إذا تمت تمثل تعرض على حيازتي كما ذكر، وتحديد أسباب طلب وقف هذه الأعمال. يعني أنا مش بتضرر وخلاص، لا أنا بقول بتضرر ليه؟ هيقطع عن الهواء، هيقطع عن النور، هيسد المطلات بتاعتي. أقول أسباب تضرري إيه من الأعمال أوضحها في صحيفة الدعوة، على اعتبار إن أنا زي ما قلت قبل كده في صحيفة الدعوة أنا بكتب دعواية على اعتبار إن فيها مذكرة بالدفاع. صحيفة الدعواية كاملة وأرفق بيها المستندات القانونية الدالة على موقف موكلي. ليه؟ لأن من حق المحكمة إذا ما تراءى لها أن دعوة كافية للفصل فيها أو جاهزة للفصل فيها أن تفصل فيها في ذات اليوم على أن ترفع الدعوة من اليوم الذي يبدأ فيه المدعي عليه في الأعمال الجديدة وفي خلال السنة ككل دعاوى الحيازة. وبناء عليه زي ما قلت في كل من بدء صحيفة الدعوة لابد من تحديد طلبات ختامية واضحة اللي هيصدر عليها الحكم اللي أنا عايزه من المحكمة. فبقول في الطلبات الختامية ليسمع الحكم اللي هو المدعى عليه يعني وبصفة مستعجلة بإيقاف الأعمال الجديدة الموضحة في صدر هذه الصحيفة والتي شرع في إقامتها مع إلزام بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبذلك أعزائي تكون دعوى وقف الأعمال الجديدة كأحد دعاوى حماية الحيازة قد استوفينا كل أركانها، ويكون لنا في حلقة قادمة إن شاء الله توضيح المعايير والخيط الرفيع بين الدعاوى الثلاثة
حتى لا يكون هناك خلط بينهم، وإن كان قد أوضحناهم كل دعوة في حين، ولكن زيادة في الإيضاح والاستيضاح واستكمالا للمعلومات. اللي هو جزئية اللي كنا بنتكلم فيها في بناء الفكر والملكة القانونية لدينا. أتمنى أن أكون قد وفقت في تناول أحداث الحيازة